استاذ غسان في انتخابات؟ الرئيس بري بيقول في انتخابات، ورئيس الجمهوريه بيقول في انتخابات، ورئيس الحكومه بيقول في انتخابات. خلينا نشتغل على انه في انتخابات ونشوف لوين بدنا نوصل بهيدا. على الارجح باي تاريخ؟ انا برايي 27 اذار خلص صار ورانا. بدنا نشوف موضوع المجلس الدستوري ما بين 8 ولا 15 او 14، ما بعرف شو بيكون اليوم الاحد، هو ايار اذا وافق على التعديل المجدد الموجود بيكون ب 15 يمكن، واذا ما وافق ودلينا على ال 128 يعني ما في دائره 16، بعتقد بانه نحن بده يكون الفرق جمعتين ما بين اجراء الانتخابات بالخارج وبعدين، فبالتالي بالاكيد بتكون ب 15، عفوا الاولانيه بتكون ب 8 وبعدين اذا هيك صارت بتصير ب 15 الشهر. المفروض تصير الانتخابات. انا برايي اليوم هي اخر مهله للنظر في الطعن امام مجلس الدستوري. الثلاثه طيب شو ممكن يطلع؟ بدك تشوفي شو يعني، هلا عم نحكي عن التسريبات وما التسريبات، انه بدنا نشوف المجلس الدستوري شو بده ياخذ قرار. بعتقد انا اليوم انه يعني مثل ما كنا هلا قبل شوي عم ينحكى بانه من منطقيه موضوع النواب خارج البلد. يعني اليوم من عم ست نواب للاغتراب بعتقد من منطقيه، واليوم من يعني بيوافق على تعديل المهله اللي هي من 27 اذار الى ايار، وبيرد ولكن بيرد الموضوع اللي هو الاغتراب بيبقى على انتخاب المغتربين ال 28. وهذا طبعا في ازمه، في ازمه عند بعض الطيارات السياسيه اللي بتخشى بانه هال 200 يمكن 60 ألف اللي تسجلوا ممكن يغيروا بالمعادلة الانتخابية، وخصوصا أنه الكل بدون استثناء، مش عم نحكي عن حدا أو عن غير حدا، الكل عم يشعر بأنه هو، الكل عم تجي تقارير بأنه التراجع عنده من 30 إلى 40%، الكل بدون استثناء. بالشمال مين حيكون فيه؟ هلا بالشمال بعده شوي الرئيس ميقاتي لم يعلن حتى الساعه قراره النهائي، بكير عليه. الرئيس ميقاتي كنا عنده من فتره، من يومين بنقابه المحررين، وقال كل شيء بوقته حلو، وهو بالاساس كان عم يقول انه في وقت منشوف الظروف اللي بتتحكم بالعمليه الانتخابيه بهداك الوقت، ومنشوف على اي اساس بنشتغل. وطبعا اليوم الخيارات مفتوحه، الرئيس ميقاتي بينزل بشكل لائحة، الرئيس الحريري بينزل بشكل لائحة أو ما بينزل، بس بيدعم لائحة يمكن ما يشارك بالمرة. فبالتالي يعني بعد بكير أنا يعني لحد الأمر مش معروف حتى المشهد كيف بده، ما في مشهد، لا تيار مستقبل ولا رئيس ميقاتي، حتى اليوم بكل لبنان بعتقد، أو بالمناطق اللي فيها نفوذ للمستقبل، أو بعكار وطرابلس اللي فيها نفوذ كمان للرئيس ميقاتي والضنية طبعا والمنية، بعتقد المشهد ما بيوضح قبل ما يتخذ القرار من الرجلين.